من صلى الفجر في جماعة فجلس في مصلاه يذكر الله حتى طلعت الشمس وصلى ركعتين كانتا له بأجر حجة وعمرة تامة في سنن الترمذي وهو صحيح، وعمل به أهل العلم في مختلف العصور. وهذا الوقت من أغلى أوقات العمر، الإنسان يمكن أن يحصل فيه على الأجر الكثير، وهذا وقت الذكر. فالله يقول فسبحان الله حين تصبحون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. وأمر الله بالذكر في الغداة والعشي، فلذلك غداة الفجر والعشي بعد المغرب. نعم، العشي يشمل من العصر، لكن فيه درجات، فيه أذكار المساء مثلا بعد المغرب وفيه ما سوى ذلك. فلذلك هذا وقت ثمين جدا، وعلى العاقل أن يجتهد في استغلاله، ولكن لا يحصل هذا الأجر العظيم إلا بهذه الشروط. أولا أن يكون صلى الفجر في جماعة، في المسجد، في جماعة، لا يشترط أن يكون في المسجد لكن في جماعة. الشرط الثاني أن يلازم مصلاه الذي صلى فيه في نفس المكان الذي صلى فيه، لا يتحرك يمينا ولا شمالا. الشرط الثالث أن يبقى جالسا ولا يضطجع ولا يغير، يبقى جالسا. الشرط الرابع أن يداوم على الذكر حتى ترتفع الشمس وتزول عنها الحمرة، معناه حتى يدخل وقت الإباحة، وحينئذ يصلي ركعتين. معناها يصلي الفجر في إسفار حتى لا يطول عليه الوقت. لا، ما يطول الوقت، ما يكمل الأذكار الإنسان في هذا الوقت،